بتنظيم أكثر من مميز لتحدي القراءة العربي مثل ما عهدناه وتعودنا عليه. فازت الطفلة شامل بكور بلقب بطل النسخة السادسة من التحدي. كانت فقرات حفل التتويج رائعة جدا، لامست مشاعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومشاعر جميع الحضور مع قراءة المبدعة مريم أمجون لمقتطفات من كتاب قصتي لسمو الشيخ محمد بن راشد وتحدثها عن قصة وفاة والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان واللي بين معاها التأثر الكبير للشيخ محمد. ودموعك غالية علينا يا أبو راشد. الطفلة شام كانت وراها أيضا قصة كفاح مؤثرة تم عرضها في فيديو نال على إعجاب وتفاعل الجمهور. جهود واضحة ومميزة من فريق عمل المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وفيديوهات معبرة توجت نجاح المبادرة وأظهرتها في أجمل حلة. وفي ختام الدورة السادسة للمشروع المعرفي الأضخم لتعزيز القراءة نقول شكرا لفريق تحدي القراءة العربي بعد هذا التنظيم المتميز اللي نال إشادات واسعة وإعجاب كبير للغاية.